السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات البث المباشر شرح مادة العلوم. معكم اليوم شيماء ديب، معلم العلوم بمحافظة مطروح. النهاردة بإذن الله مكملين في الوحدة الثانية بدرس جديد، النشاط الإشعاعي والطاقة النووية. تعالوا نشوف مع بعض الأهداف اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة. بإذن الله في نهاية الحصة المفروض نكون عارفين شوية حاجات كتير كده. مبدئيا اول حاجه المفروض نبقى فاهمين يعني ايه طاقه نوويه، نبدا نعرف يعني ايه نشاط اشعاعي ونقارن ما بين النشاط الاشعاعي الطبيعي والصناعي، نبدا نشوف استخدامات الطاقه النوويه السلميه وبرده ايه هي اضرار النشاط الاشعاعي لبعض العناصر وهكذا. عندنا اجزاء كتيره جدا في الدرس النهارده، وتعالوا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه عايزين نتكلم عنها في الدرس حاجة اسمها قوى الترابط النووي. هرجع افكر حضراتكم بشكل الذرة كده اللي احنا من سنة اولى اعدادي واحنا كل حاجة تقريبا بتدور حوالين الموضوع ده. هرجع افكركم كده بتركيب الذرة، انا كان عندي جوه الذرة حاجة اسمها ايه؟ اسمها نواة موجبة. النواة دي كان بتحمل ايه؟ بتحمل بروتونات موجبة الشحنة ونيترونات متعادلة الشحنة. طيب بيدور حوالين الذرة زي ما انتم شايفين حوالين النواة بيدور الكترونات سالبة الايه الشحنة، يبقى عندي الكترونات سالبة بتدور حوالين الايه النواة. طيب انا هتكلم عن ايه النهاردة؟ هتكلم عن البروتونات الموجبة دي. البروتونات الموجبة يا جماعة الذرة بيكون فيها مجموعة من البروتونات الموجبة وكلها زي ما انتم شايفين شحنتها موجبة، يعني كلها لها شحنة متماثلة، واحنا واخدين في ابتدائي اصلا ان اي شحنات متماثلة بيبقوا مش طايقين بعض، بيحصل ما بينهم قوة اسمها قوة تنافر، عايزين يهربوا ويسيبوا الدنيا ويمشوا. طب مين اللي يسيطر عليهم ويحبسهم في مكان ضيق جدا بمساحة النواة أو بحجم النواة؟ أكيد قوة كبيرة جدا هي اللي تقدر تسيطر على الوضع ده وتبدأ تحبس البروتونات اللي هي مش طايقة بعضها دي جوه حيز صغير زي حيز النواة. القوة دي تعرف باسم قوة الترابط النووي. يبقى أول مفهوم عندي قوة الترابط الإيه؟ النووي. إيه هي قوة الترابط النووي يا شباب؟ هي القوة اللازمة لربط مكونات النواة ببعضها. القوة الكبيرة اللي أنا محتاجاها عشان أربط المكونات بتاعة النواة ببعضها، وإيه كمان؟ وأتغلب على التنافر الشديد اللي هيحصل ما بين البروتونات وبعضها. يبقى تاني قوة الترابط النووي هي القوة اللازمة لربط مكونات النواة ببعضها والتغلب على التنافر بين البروتونات الموجبة. إذا قدرت أنا أحصل على قوة الترابط النووي دي، إذا قدرت أخد منها الطاقة، فالطاقة المستمدة من قوة الترابط النووي تعرف باسم الطاقة النووية. يبقى لو احنا قدرنا نستخلص الطاقة اللي ربط مكونات النواة ببعضها دي هنسميها طاقة ايه؟ نووية. يبقى ما هي الطاقة النووية؟ هي الطاقة الهائلة المستمدة من قوة الترابط الايه؟ النووي. الطاقة الهائلة المستمدة من قوة الترابط الايه؟ النووي. يبقى ده تاني مصطلح عندي النهاردة، مفهوم الطاقة النووية. طيب هنا بيجي لي سؤال يقول لي علل تعتبر النواة مخزن لطاقة. هو احنا بنجيب الطاقة من النواة منين بالظبط؟ مستعدة دلوقتي حالا لوجود قوة هائلة داخل الذرة بتعرف باسم قوة الترابط النووي. يبقى النواة لي مخزن للطاقة لوجود قوة وتربط مكونات النواة ببعضها اسمها قوة الترابط الايه؟ النووي. العالم اللي قدامنا دلوقتي هو العالم هنري بيكوريل. هنري بيكوريل هو صاحب أو مكتشف ظاهرة النشاط الإشعاعي. تعال نشوف هنري بيكوريل كده اكتشف إيه وإيه الفكرة اللي هو اشتغل عليها. هنري بيكوريل كان شغال على عنصر اسمه اليورانيوم. طيب عنصر اليورانيوم يا جماعة من العناصر المشعة. طب بيكوريل كان حاطط اليورانيوم في أحد أدراج المكتب بتاعه، وبالصدفة كان حاطط في درج مكتب تاني كده أفلام تصوير حساسة للضوء. عارفين أفلام بتاعة الكاميرا القديمة أو أفلام السينما، أفلام بتبقى حساسة جدا للضوء، لو لمس أو اتكشفت للضوء بتبدأ إنها تتحرق ومفيش صور فيها بتظهر.
فدي اسمها افلام التصوير الحساسه للضوء. هنا ريبي كوريل كان حاططها في درج مكتبه المفروض بتبقى متغلفه وممنوع اي حاجه تلمسها عشان الافلام ما تحرقش. لما بيجي يستخدم الافلام بيكتشف انها باظت. طب لما بدأ يبحث في ايه السبب اللي خلى الافلام دي تتأثر وتبدأ انها تبوظ رغم ان هو مش حاطط معاها اي حاجة تاني في المكتب، اكتشف ان عنصر اليورانيوم اللي موجود في درج المكتب التاني بدأ يطلع حاجة غير مرئية تطلع تبوظ افلام التصوير الموجودة هنا. فالحاجة غير المرئية دي اطلق عليها بعد كده اسم ايه؟ اسم إشعاعات، وسمى عنصر اليورانيوم باسم العنصر المشع. يبقى هنري بيكوريل مكتشف ظاهرة النشاط الإشعاعي، تحديدا اكتشف انبعاث أشعة غير مرئية من عنصر اليورانيوم لها قدرة على اختراق المواد الإيه؟ الصلبة. هو اليورانيوم بس من العناصر المشعة؟ لا، عندنا عناصر مشعة كتير جدا في الجدول الدوري، هناخد منهم النهاردة مجموعة من العناصر. بس تعالوا نعرف أصلا إيه الفرق ما بين العنصر المستقر العادي جدا والعنصر المشع. بيقول لي العناصر المشعة هي عناصر بتحتوي أنوية ذرتها على عدد من النيترونات أزيد من العدد اللازم للاستقرار بتاعها، يبقى فيها عدد من النيترونات زيادة. يبقى لما يديني عنصر مشع على طول أعرف إن عدد النيترونات، مش أنا هنا عندي في النواة عندي بروتونات موجبة وعندي نيترونات وتعادلة الشحنة. طيب العنصر المشع بيكون عنده زيادة في عدد النيترونات عن العادي، طب معنى كده إن في نيترونات ملهاش مكان جوه، دي زيادة، فطبيعي إن أي حاجة زيادة بنبقى عايزين نتخلص منها. فالعناصر المشعة بتميل إلى فقد النيترونات الزيادة دي بتطلع في صورة إشعاعات. يبقى هي عناصر تحتوي أنوية ذرتها على عدد من النيترونات أزيد من العدد اللازم لاستقرارها. تعال نشوف أمثلة العناصر المشعة اللي موجودة عندي في المنهج السنة دي. هو مديني كم عنصر؟ مديني 7 عناصر. احنا طبعا اتكلمنا على أول عنصر وهو عنصر اليورانيوم. طيب هناخد مع مين كمان؟ هناخد مع الراديوم، هناخد مع الزركونيوم، الروبيديوم، البولونيوم، السيلينيوم، والسيزيوم. عشان ما نلخبطش الدنيا مع بعضها نحفظهم كل 2 متشابهين مع بعض. فأنا عندي 2 بالسين، سيزيوم والسيلينيوم، 2 بحرف السين و2 بحرف الراء، راديوم والروبيديوم. وبعدين عندي 1 بالياء، 1 بالباء، قريبين من بعض اهو، ياء وباء، يعني ايه؟ يورانيوم وبولينيوم، 1 بس مختلف كده بحرف ازاي اللي هو الزركونيوم. يبقى 2 راء 2 سين، 1 ياء وباء وزاي. يبقى تاني راديوم وروبيديوم، سيزيوم وسيلينيوم، بولينيوم ويورانيوم، واخيرا الزركونيوم. يبقى عشان نحفظ ال7 عناصر لانه مهم جدا بيجي لي في الامتحان يقول لي كل مما يلي يعتبر من العناصر المشعه ما عدا نقط، فلازم نبقى عارفينهم وحافظينهم كويس جدا عشان نبقى عارفين مين اللي مش من العناصر الايه المشعه. احنا اتفقنا ان العناصر المشعه عندها نيترونات زياده فعايزه ترميها. طيب بيصدر من المواد المشعة مجموعة من الحاجات، لما ترمي الزيادات اللي عندها بترميها في صورة 3 حاجات. بترميها في صورة جسيمات اسمها ألفا أو بيتا، ده جسيمات ألفا أو جسيمات بيتا، ألفا أو إيه؟ أو بيتا. يبقى الزيادات اللي عندي في الذرة بتبدأ تخرج في صورة جسيمات ألفا أو جسيمات بيتا، أو ممكن تخرج في صورة أشعة زي أشعة جاما.
يبقى إذا أنا عندي 3 حاجات ممكن يطلعوا من الذرة المشع، يطلع لي جسيمات ألفا أو جسيمات بيتا أو أشعة جاما. تعالوا نشوف السؤال ده، بيقول لي ماذا يحدث عند زيادة عدد النيترونات في نواة الذرة عن العدد اللازم لاستقرارها؟ طبعا لو في عدد نيترونات زيادة يبقى معناها إن أنا في طاقة زيادة تبدأ الذرة تخرجها في صورة إشعاعات غير مرئية للوصول إلى التركيب الأكثر استقرار. الظاهرة اللي رصدها بيكوريل أطلق عليها اسم ظاهرة النشاط الإشعاعي. فما هي ظاهرة النشاط الإشعاعي بقى يا شباب؟ هي عملية التحول اللي بتحصل في أنوية ذرات العناصر المشعة للوصول إلى تركيب أكثر استقرار. يبقى العنصر المشع لما يبدأ يفقد الحاجات اللي احنا قلنا عليها اللي هي الألفا والبيتا والجاما، يفقد الزيادات الموجودة عنده، هيبدأ يتحول من عنصر مشع إلى الصورة الإيه المستقرة. يبقى ظاهرة النشاط الإشعاعي يقصد بها تحول تلقائي بيحصل في أنوية ذرات العناصر المشعة للوصول إلى تركيب أكثر استقرارا. ركزوا في حتة إنها تحول تلقائي. يعني إيه تلقائي يا مس؟ يعني بتحصل بدون ما أنا أتدخل. إيه ده؟ يعني أفهم من كده إن في نشاط إشعاعي تاني ممكن يحصل إجباري بقى لو أنا اتدخلت؟ آه، بس ده اسمه النشاط الإشعاعي الصناعي. فالنشاط الإشعاعي الصناعي هو عبارة عن الإشعاع أو الطاقة النووية اللي بتنطلق أثناء التفاعلات النووية اللي بيتم إجراءها. فين بقى يا شباب؟ بيتم إجراءها داخل المفاعلات النووية أو داخل القنابل الذرية. لو احنا بقى اللي هنجبر الذرة على حدوث التفاعلات النووية دي إما داخل المفاعل أو أثناء القنابل أو التفجيرات الذرية، في الحالة دي بنسميه نشاط إشعاعي صناعي. النشاط الإشعاعي الصناعي نفسه بقى هنبدأ إن احنا نقسمه إلى قسمين. بصوا كده، هو مش أصلا النشاط الإشعاعي كنت بقول إن هو بيحصل داخل المفاعلات أو القنابل الذرية؟ فأنا لما أجي أقسم هعتمد على نفس الكلام، فبقول إن النشاط الإشعاعي اللي هيحصل داخل المفاعلات فأنا اللي عامله وأنا اللي مظبطه جوه المفاعل عشان أحصل على قدر معين من الطاقة تناسب اللي أنا هستخدمه، فبالتالي أقدر إن أنا أتحكم في كمية الطاقة المنطلقة. يبقى النشاط الإشعاعي الصناعي اللي بيحدث داخل المفاعلات النووية أقدر إن أنا أتحكم فيه، وبالتالي يديني قدر معقول من الطاقة أقدر إن أنا أستخدمه سلميا، لأن أنا أصلا متحكم في الطاقة دي. طب لو حصل النشاط الإشعاعي بقى في التفجيرات النووية أو القنابل الذرية، لا، في الحالة دي بينتج كمية كبيرة جدا من الطاقة وأنا مش بقدر أسيطر عليها، وبالتالي مش هقدر ان انا استخدمها استخدام سلمي. طبعا هي تفجيرات بس يعني تستخدم استخدام حربي. هنبدأ نتكلم دلوقتي عن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. بنستخدم الطاقة النووية في ايه؟ اولا بنستخدمها في مجال الطب، واحنا يمكن اخدنا السنين اللي فاتت استخدامات اشعة جاما في مجال الايه الطب. الإشعاعات أو المواد المشعة تستخدم في مجال الطب في تشخيص بعض الأمراض زي الأورام السرطانية، بيتم تشخيصها عن طريق المواد المشعة. في استخدام تاني في مجال توليد الكهرباء بقى. تعالوا نشوف كده فكرة توليد الكهرباء، لأن مصر أصلاً شغالة على الجزئية دي في مفاعل الضبعة اللي هي بتحاول إنها تبنيه خلال السنين الأخيرة. تعالوا نشوف كده الفكرة، واحنا عايزين اصلا نبني المفاعل ليه. اولا يا شباب، احنا اتفقنا ان مصادر التيار الكهربي نحصل على التيار الكهربي عن طريق يا اما مولدات يا اما خلايا كهروكيميائية. دي الطرق الرئيسية اللي انا اقدر اجيب منها تيار كهربي، يعني اما طاقة حركية تتحول الى كهربية او طاقة كيميائية الى كهربية. فدايما بيبقى عندي مولدات. مولدات دي يعني ايه؟ يعني شبه السد العالي كده، بيبقى عندي توربينات كبيرة تبدأ إنها تتحرك، ونتيجة الحركة دي يتم توليد التيار الكهربي.
فانا عايزه اعتمد على نفس الفكره دي، بس الموضوع فيه لفه طويله شويه. تعالوا كده بالراحه مع بعض. اولا انا بعمل تفاعل نووي عشان احصل على ايه؟ عشان احصل على طاقه. يبقى انا عندي طاقه نوويه. طب الطاقه النوويه الهائله دي هستخدمها في ايه؟ قالك احنا ممكن نستخدم الطاقه النوويه دي في تسخين الماء فيتبخر يتحول الى بخار. عشان كده دايما المفاعلات بتكون مبنيه على شواطئ في الغالب، عشان السبب ده وعشان سبب تاني هنقوله في نهايه الحصه ان شاء الله. يبقى الطاقه النوويه بنستخدمها في تحويل الماء الى ايه؟ الى بخار. طيب بعدين البخار ده يبدا يمشي كده في مواسير، ونتيجة الضغط العالي للبخار ده يبدأ يندفع على التوربينات فيبدأ يحركها، وينشأ عن الحركة دي طبعا كهرباء، تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة إيه؟ كهربائية. يبقى دي فكرة استخدام الطاقة النووية في مجال إنتاج الكهرباء. يبقى تاني يا شباب، الطاقة النووية بينتج عنها حرارة كبيرة جدا. نستخدم الحرارة دي في تسخين الماء وتحويله إلى بخار، ونستخدم البخار في إدارة التوربينات عشان نقدر نحصل على الإيه؟ التيار الكهربي. وصل الفكرة ولا لأ؟ ايه تاني في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية؟ الاستخدام اللي بعد كده هو استخدام في مجال استكشاف الفضاء. طبعا لما نيجي نشتغل ونطلع الفضاء اكيد الصواريخ اللي هتطلع مش هنحط لها بنزين 80 يعني. الوقود المستخدم في الصواريخ المنطلقة للفضاء هو وقود نووي. يبقى بنستخدم المواد المشعة عشان تديني قدر هائل جدا من الطاقة نقدر ان احنا نستخدمه في الصواريخ بتاعة الفضاء. يبقى ده مجال استكشاف الفضاء. المجال اللي بعد كده هو مجال الصناعة. فهنا عندي استخدامين، الاستخدام الأول هو الكشف عن عيوب الصناعة، الكشف الثاني أو الاستخدام الثاني هو تحويل الرمال إلى شرائح من السيليكون لاستخدامها في صناعة الدوائر الإلكترونية. طب تعالوا نشوف كده شباب الاستخدامين دول وفكرتهم عاملة إزاي. مبدئيا أول حاجة تعالوا نشوف فكرة الكشف عن عيوب الصناعة دي بتتم إزاي. في الغالب مثلا لو انا عندي سبائك معينه وعايزه اتاكد ان هي تخلو من اي شوائب، بيبداوا ان هم يبعتوا عليها اشعه كده عشان خاطر يستقبلوا الاشعه من الناحيه التانية، ويبداوا يشوفوا هل السبيكه خالصه تماما ولا في اي مشاكل. كمان مثلا لو في لحام في مواسير او حاجه معينه زي مثلا انابيب البوتاجاز ديت اللي بتبقى عندنا في البيت، مفروض ان هم يتاكدوا من جوده اللحام برضو باستخدام مواد مشعه عشان خاطر يتاكدوا ان اللحام بتاعنا سليم. يبقى ده الكشف عن عيوب الايه؟ الصناعه. طب الاستخدام اللي بعد كده تحويل الرمال الى شرائح من السيليكون. اصلا الرمال هي عباره عن العنصر الرئيسي اللي بيخش في تكوين الرمال يا شباب هو عنصر اسمه الكوارتز، اللي هو احنا خدناه طبعا في اولى اعدادي تركيبه الكيميائي ده مش علينا، اللي هو ثاني اكسيد السيليكون. فهنا لو خدتوا بالكم عنصر السيليكون موجود، فأنا أقدر أستخدم الرمال وأفصل منها عن طريق الطاقة النووية عنصر السيليكون ده عشان أبدأ أحوله بعد كده إلى شرائح نقدر إن إحنا نستخدمها في الدوائر الإلكترونية بقى، في كل الأجهزة الإلكترونية الموجودة عندنا، الكمبيوترات، ساعات التاتش، الحاجات دي كلها. تمام؟ يبقى في مجال الصناعة استخدامات السلمية للطاقة النووية تكمن في الكشف عن عيوب الصناعة وتحويل الرمال إلى شرائح من السيليكون تستخدم في صنع الدوائر الإلكترونية. المجال اللي بعد كده هو مجال الزراعة. في مجال الزراعة نقدر نستخدم الإشعاعات في حاجتين، في القضاء على الآفات وتحويل أو تحسين بعض السلالات بتاعة النباتات. تعالوا نشرح القصة دي.
اولا الافات يا شباب، افه يعني مرض بيصيب النبات، بس يعني ايه بينتشر بكميه كبيره، فبنقول ان هو افه، يعني حاجه دمرت لي النبات بالكامل. تمام، مرض منتشر في النبات كتير، يعني موجود على مساحه كبيره. فانا عشان اتخلص من الافات دي، المفروض ان ممكن نستخدم بقى مبيدات وهكذا، او ممكن يستخدموا بعض الحاجات زي الاشعاعات، يعني مثلا يعقموا البذور باستخدام اشعاعات معينه عشان يمنعوا وجود بعض الفطريات عليها او بعض الافات عليها، لما نيجي نزرعها تكون كويسه وهكذا. طيب، في مجال الزراعه تاني، نستخدم في تحسين سلالات بعض النباتات الزراعيه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا دلوقتي مثلا معظم البرتقال اللي موجود عندنا في السوق ما فيهوش بذر. المفروض ان البرتقال الطبيعي موجود كان فيه بذر، لكن بيبدأ يحصل تحسين لبعض السلالات الزراعية، يبدأوا يعرضوا النبات لمواد مشعة عشان يبدأ يحصل في النبات طفرات، يبدأ نغير الصفات لحد ما نحصل على صفات احنا حابينها. يعني مرة واحدة نتيجة تعرض للإشعاعات لقينا البرتقال اختفى منه البذر، حلو قوي الصفة دي، نبدأ نزرع شجر بالمنظر ده. مرة واحدة قعدنا نلعب شوية، اكتشفنا ان طلع لي فراولة كبيرة في الحجم شوية، حلوة الصفة دي احنا عايزينها. بدأ اسمه تحسين سلالات بعض النباتات الزراعية، برضو بيتم عن طريق الإشعاع. المجال اللي بعد كده هو مجال التنقيب. تنقيب يعني بحث. طب نقدر ننقب عن ايه؟ نقدر ننقب عن اي حاجة موجودة في بطن الارض باستخدام المواد المشعة، زي مثلا التنقيب عن البترول، والتنقيب عن المياه الجوفية، عن المعادن وهكذا. كل ده برضو بيتم عن طريق إرسال إشعاعات معينة ونرجع نستقبلها، وعن طريق حساب سرعة وصول الإشعاعات دي ليا تاني، نقدر إن احنا نعرف إيه المواد اللي موجودة تحت في باطن الأرض. يبقى دي استخدامات الطاقة الإيه النووية. عرفنا أهمية الطاقة النووية، هنبدأ دلوقتي نشوف ايه اضرار بقى، ايه اضرار المواد المشعة. لو انا بتعامل مع مواد مشعة، هل ده كويس ولا وحش؟ طبعا عندي حاجة اسمها تلوث اشعاعي. التلوث الاشعاعي يقصد بيه ارتفاع كمية الاشعاعات النووية وزيادة نوعيتها في البيئة الايه المحيطة. يعني كمية الإشعاعات اللي أنا بتعرض لها بتكون كتير، أو زيادة نوعيتها، يعني في المكان اللي حواليا ألاقي أكتر من مصدر من مصادر الإشعاع، وبالتالي أنا هبدأ إن أنا أتأثر بشكل كبير. يبقى التلوث الإشعاعي هو ارتفاع كمية الإشعاعات وزيادة نوعيتها في البيئة المحيطة. يبقى أنا كده على طول بدأت يحصل لي تلوث إشعاعي. طب مصادر الإشعاع، هو الإشعاع بيجي منين أصلاً؟ قال لي في مصادر طبيعية للإشعاع وفي مصادر أخرى صناعية. تعالوا ناخد مثال. المصادر الطبيعية للإشعاع يا شباب، زي المصادر اللي جاية لي من الأشعة الكونية اللي جاية من الفضاء الخارجي. في بعض الأحيان بتلاقوا تحذيرات كده من علماء الفلك يقول لك خد بالك ما تطلعش في الجو في الفترة الفلانية، لأن في أشعة ضارة هتبدأ توصل لكوكب الأرض. ما تتعرضش لأشعة الشمس في الساعة كذا لكذا، عشان في الفترة دي بيبقى عندي مقدار كبير من الأشعة الضارة ممكن تصدر. يبقى دي أول مصدر من مصادر الإشعاع الطبيعي، الأشعة الكونية اللي جاية لي من الفضاء الخارجي. طب إيه كمان؟ قال لي أصلا ممكن إحنا نكون موجودين في البيت، وتحت البيت مدفون عنصر مشع وأنا مش واخد بالي. هو اصلا العناصر بتاعتنا كلها يا جماعه، حديد بقى، فضه، ذهب، كل دي بنجيبها منين؟ ما احنا بنجيبها من القشره الارضيه. فانا ممكن يكون تحت بيتي اي عنصر من العناصر دي وانا مش عارف، ومن ضمنهم طبعا العناصر الايه المشعه. يبقى تاني، المصادر الطبيعيه للاشعاع اما انها تكون الاشعه الكونيه اللي جايه لي من الفضاء الخارجي، او تكون مصادر الإشعاع الطبيعية الموجودة على سطح الإيه الأرض، يعني العناصر اللي مدفونة بشكل طبيعي في سطح الإيه في سطح الأرض. زي ما في مصادر طبيعية للإشعاع، في مصادر صناعية إحنا بقى اللي عاملينها، زي مثلا لما دولة تبدأ تجرب كده وتفكر القنابل النووية، ده كده يعتبر مصدر من مصادر التلوث الإشعاعي الصناعي. زي ايه كمان يا شباب؟
الحاجة التانية اللي هي النفايات المشعة الناتجة من المفاعلات النووية. النفايات المشعة الناتجة من المفاعلات الإيه؟ النووية. يعني إحنا مثلا دلوقتي لو احنا قاعدين عادي في البيت وبنستخدم مثلا اي حاجة موجودة عندنا وبدأنا ان احنا نرميها في الباسكت، مفيش منها اي مشكلة، اي حد ممكن ياخده ويتخلص منه، مفيش مشكلة خالص. طب لو احنا عندنا بقى في البيت مريض كورونا، لا، هنا بقى لازم نراعي بعض الاحتياطات في التعامل مع النفايات. ليه؟ لان النفايات كده اصبحت ضارة، اي حاجة موجودة هتسبب ان انا ممكن القط عدوى وهكذا. نفس الفكرة بالنسبة للنفايات المشعة. النفايات المشعة شباب اللي هي أي حاجة متبقية من التفاعلات الإيه النووية، دي لازم أتخلص منها بطرق سليمة، لأنها بتفضل مصدر كبير جدا من مصادر التلوث الإشعاعي. فهنا عندي مصادر طبيعية وعندي مصادر صناعية. في المصادر الطبيعية كنا بنقول الأشعة الكونية أو العناصر اللي ممكن تكون موجودة في القشرة الأرضية بصورة طبيعية. في المصادر الصناعية بنقول تجارب التفجير بتاعة القنابل النووية والنفايات المشعة الصادرة من المفاعلات النووية. طيب نتكلم بقى دلوقتي عن إيه؟ هنتكلم عن حادثة مشهورة جدا، وهي حادثة انفجار مفاعل الروسي تشيرنوبل. تشيرنوبل هو مفاعل روسي موجود على الأراضي الأوكرانية في سنة 86، تحديدا في 26 أبريل زي ما موجود قدامكم. حصل خطأ فني في تشغيل المفاعل. المفروض يا جماعة إن المفاعل زي ما احنا اتفقنا بينتج عنه طاقة حرارية هائلة، فالمفاعلات في الغالب بتتبنى في مناطق فيها مياه عشان يبدأوا إن هم يستخدموا المياه كده إنها تاخد لفة حوالين المفاعل. يعني لو ده المفاعل بتاعي فأنا بمشي مياه حوالين المفاعل كده عشان تبدأ تسحب من حرارة المفاعل نفسه وتبرده. فهو حصل خطأ فني في النظام بتاع التبريد بتاع المفاعل، أدى لارتفاع حرارة المفاعل بشكل كبير جدا فجأة وانفجار. طب لما انفجر ايه اللي حصل يا شباب؟ قال لي أول حاجة حصلت إنه تكونت سحب محملة بالغبار الذري. السحب دي امتدت عشان تغطي شرق وغرب أوروبا بالكامل. يبقى هي بس ما اكتفتش بروسيا، لا، هي امتدت وخدت بقى من اقصى الشرق الى اقصى الغرب، خدت غرب اوروبا كله. بس مش دي المشكله، المشكله بسقوط الامطار في شهر مايو بقى من نفس العام. تعالوا نشوف كده على الرسمه اللي جايه احسن. انا عندي سحب محمله بالغبار. السحب دي امتدت من اول روسيا لحد ما خدت لي غرب أوروبا، امتدت على مساحات كبيرة جدا. بس المشكلة مش في السحب بحد ذاتها، لأن السحب بتعمل سقوط جاف، تبدأ تنزل الغبار التقيل اللي موجود عندها. بس المشكلة الأكبر بقى إن لما تبدأ تتكثف السحب دي وتبدأ تنزلي في صورة مطر، هي نزلالي بمطر ملوث. طب المطر الملوث ده يروح فين يا شباب؟ أولا هو عنده ثلاث حاجات ممكن يعملها. وممكن ينزل للتربة ويختلط بمصادر المياه الأرضية، وممكن يروح يختلط بالمياه السطحية اللي هي الأنهار مثلا والمحيطات اللي موجودة عندك والبحار وهكذا، أو ممكن يحصل له امتصاص مباشر بواسطة النباتات، نباتات تشربه أو الحيوانات تشربه. فهو كده لوث ايه بقى الغبار الذري ده؟ لوث المياه الجوفية، لوث المياه السطحية، ولوث النباتات والحيوانات كمان. كل ده أصبح دلوقتي ملوث بالغبار الذري. طب إحنا لما نتغذى على أي حاجة من الأشجار والأعشاب اللي موجودة في الأرض دي، هي كلها محملة بالغبار الذري، يعني إحنا كمان وصلنا نسبة من الإشعاع. طب لما نبدأ نتغذى على لحوم الحيوانات دي أو منتجاتها بقى زي اللبن ومنتجاته المختلفة، اللبن ده بيخش في جبنة، في زبدة، في شوكولاتة، في
هكذا. كل الحاجات دي اصبحت لو احنا جينا نبص كده، فجميع الاشياء اللي احنا بنتعامل معاها اصبح فيها نسبة كبيرة جدا من الاشعاع. هنتكلم دلوقتي عن الوحدة الدولية لقياس الاشعاع الممتص بواسطة الجسم البشري. الوحدة الدولية المعتمدة عندنا هي وحدة السيفرت، اختصارا SV، يبقى بنرمز لها بالرمز SV. سيفرت هو الوحدة الدولية لقياس الإشعاع الممتص بواسطة الجسم البشري، يعني إحنا المفروض جسمنا يلقط قد إيه إشعاع في السنة، هي دي وحدة السيفرت، كام سيفرت في السنة نلقط. عشان نعرف كام سيفرت هنلقطه، نعرف الأول إن أنا عندي حاجة اسمها سيفرت، وده الوحدة الكبيرة، وعندي وحدة صغيرة اسمها الملي سيفرت. طبعا كلمة ملي معناها 100. الملي سيفرت هو عبارة عن 10^3 من الايه. طب احنا المفروض نتعرض لقد ايه بقى في السنة؟ قال لي لو انت من الجمهور، يعني من الناس العادية، ففي العام الواحد ما تزودش عن الواحد ملي سيفرت، دي الجرعة الآمنة ليك، بعد كده المفروض تتعب. طب لو انا من المتعاملين مع مجال الاشعاع، لا نقدر ان احنا نتعرض لحد 20 ملي سيفرت عادي. لا بص يا مس بقى، معلش عشان كده انتي لخبطتينا، هما دول بشر ودول بشر تانيين، يعني انا مش فاهم هو ليه احنا واحد ملي ازيد منه نتعب، وليه هما واخدين لحد 20 والدنيا تمام، ليه الاختلاف ده؟ هيقولك لان في حاجة اسمها حدود الجرعة الآمنة. عايزين نعرف ليه الارقام اختلفت، ايه هي العوامل اللي بيتوقف عليها الجرعة الآمنة للإشعاع. اول حاجة قال لي بتفرق معايا في عمر الشخص، انا ما جيبش طفل وعرضه للاشعاع حتى لو الواحد ميلي سيفرت هيفرق معاه. عشان كده لو خدتوا بالكم من البوابات بتاعه المرور اللي هي موجوده في المولات والحاجات دي، ما بيعدوش منها الاطفال او الام الحامل، دايما بيقولوا لهم ابعد عن البوابه وعدي من بعدها. ليه؟ لان انا اي اشعاع بيكون خطر على العمر الصغير قوي ده او العمر الكبير جدا، فده اللي انا بحكي فيه. اول حاجه بتتحكم عندي في حدود الجرعه الامنه للتعرض للاشعاع هي عمر الايه الشخص، الفتره اللي انت بتتعرض فيها للاشعاع. هل انت بتتعرض ل 20 مللي دول مع بعض، ولا بتاخدهم على مدار السنه؟ انت شغال في محطه فانت كل يوم بتاخد لك ايه 1/10 مللي، فمش فارق. لكن انا هروح مثلا اعمل اشعة مسح ذري او اعمل اشعة معينة فاتعرض للواحد ملي على بعضه، لا واحد واحد من عشرة هتعب. ليه؟ لان انا واخد الجرعة على بعضها. فهمتوا الفكرة شباب؟ يبقى انا ممكن اخد ال20 بس على مدار السنة، كل سنة اخد لي حتة صغيرة في حتة صغيرة، فيبقى تاني عامل بيتحكم في حدود الجرعة الآمنة اللي هو الفترة اللي بيتعرض فيها الشخص للإشعاع. طب تالت حاجة بقى، هو إيه اللي بيتعرض للإشعاع في جسمك؟ ما أنت ما تقارنيش كده المخ بتاعك لما يبدأ يتعرض هو أو القلب للمواد المشعة، وتيجي تقارن ما بين تأثير المواد المشعة عليه ولا تعرض صباع رجلك الصغير للإشعاع. في أجزاء في الجسم بتكون بتتأثر بالإشعاع أكتر، زي ما هنشوف دلوقتي في أجزاء في الجسم بتتدمر أولاً أول ما يبدأ الإشعاع يلمسها. فأي جزء هو اللي تعرض للإشعاع؟ هل الجزء اللي ما بيستحملش ولا إيه بالظبط؟ يبقى تاني، ما هي العوامل اللي توقف عليها حدود الجرعة الفعالة الآمنة للإشعاع؟ قال لي ثلاث حاجات: عمر الشخص، الفترة اللي بيتعرض فيها للإشعاع، الجزء اللي بيتعرض للإشعاع من الجسم. تعال نشوف تأثير التلوث الإشعاعي على الإنسان. قال لي خد بالك لو أنت بتتكلم على تأثير التلوث الإشعاعي، فخد بالك من حاجتين مهمين جدا.
هل حضرتك بتتعرض لجرعة إشعاعية كبيرة خلال فترة قصيرة جدا؟ يعني حصل مثلا انفجار في مفاعل في دولة جنبك وتعرضت لكمية كبيرة جدا من الإشعاع في يوم واحد؟ ولا حضرتك شغال فني أشعة مثلا في معمل معين ومش بتراعي احتياطات الأمان بتاعتك، وبالتالي انت كل يوم اما تيجي تشتغل بتتعرض لجرعات قليلة من الإشعاع، بس بقالك 20 سنة في الشغلانة دي، يبقى بتتعرض لجرعات إشعاعية صغيرة خلال فترات زمنية طويلة. هي بتفرق يا مس؟ اه بتفرق جدا. تعالوا نشوف كده كل واحدة فيهم هتعمل لي ايه. اول حاجة هنتكلم فيها ان انا اتعرض لجرعة إشعاعية كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة. لو حصل تفجير نووي جنبنا قبل ما نموت ايه هيحصل لنا؟ لانه بصوا كده انتوا هتشوفوا الحاجات اللي حصلت دي، مستحيل حد بعدها يعيش يعني. فخلينا نشوف قبل ما نموت كده هنتعرض ايه. اول حاجة بيقول لي خد بالك ان اول حاجة هتتأثر بالإشعاع هو نخاع العظام. نخاع العظم الأحمر هو المسؤول عن تكوين كرات الدم، مسؤول عن تكوين مكونات الدم بشكل عام كلها، وبالتالي مفيش كرات دم حمراء هتبدأ إنها تتكون داخل الجسم، وده لوحده كارثة هنشوفها كمان شوية. طب إيه كمان؟ لا بسيطة، هتتدمر شوية حاجات كده في الجسم على الماشي. زي إيه؟ زي الطحال. والناس اللي بتقول إن الطحال هو جزء من الجهاز الهضمي هقول لكم لا، الطحال ده عضو مهم جدا من جهاز المناعة، عشان مش عارفة ليه كلكم بتقولوا لي إن هو جهاز هضمي. الطحال هو من أهم أعضاء جهاز المناعة، يبقى بيتدمر الطحال، بيتدمر الجهاز العصبي المركزي أو الجهاز العصبي بشكل عام كله، والجهاز الهضمي، ونخاع العظام زي ما احنا اتفقنا هو أول حاجة أصلا اتدمرت من زمان. طب تيجوا نشوف نخاع العظام بس أصلا لوحده لو اتدمر إيه اللي هيحصل؟ قال لي هتنقص كرات الدم الحمراء قوي، ولو نقصت كرات الدم الحمراء هنبدأ نعاني من التهابات في أجزاء من الجسم متفرقة زي الحنجرة والجهاز الإيه التنفسي. يبقى هنلاقي إن أجزاء كتير من جسمنا بدأت تلتهب في نفس الوقت، ومن أهمهم الجهاز التنفسي والحنجرة. كمان هنشعر بالإعياء قوي، نشعر بغثيان، غثيان يعني ميل للقيء، هنشعر بدوار وطبعا إسهال. يبقى دي شوية إيه أعراض بسيطة كده على الماشي مع الدمار اللي إحنا شفناه من شوية. يبقى تاني، دي الأضرار الناشئة من التعرض لجرعات إشعاعية كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة. يبقى تاني، تدمر بعض الأجهزة الموجودة في الجسم زي الجهاز العصبي والجهاز الهضمي، يدمر الطحال ونخاع العظام الأحمر، يحصل عندي مشكلة في عدد كرات الدم الحمراء وده يصاحبه شعور بالأعياء، غثيان دوار، إسهال، والتهابات في أجزاء متفرقة زي الحنجرة والجهاز التنفسي. بلاش بقى مس الكلام الوحش ده، خلينا في كلام أحسن شوية كده. لو تعرضنا لجرعة بسيطة على قدنا كده بس على فترات زمنية طويلة تضرني برضو، آه تعالى بقى أقول لك تضرك في إيه. دي هتعمل يا باشا 3 حاجات، هتعمل تأثيرات بدنية، تأثيرات خلوية، تأثيرات وراثية. بالراحة كده واحدة واحدة علينا وقول لنا معناهم ايه. اولا التأثيرات البدنية من اسمها هي تأثيرات بتظهر على البدن كله، على الجسم كله، يبقى هي تغيرات تطرأ على جسم الكائن الحي بالكامل. زي ايه؟ زي سرطان الجلد. تعرض حضرتك للشمس كل يوم بدون أي دروع واقية، والإشعاعات اللي جاية لي من الفضاء الخارجي بالسلامة، على مدار 20 سنة نبدأ نصاب بعد الشر عنكم كلكم بسرطان الجلد. التأثيرات الخلوية، آه دي تأثيرات بقى هتظهر بس مش على البدن كله، لا هتظهر على نوع معين من الخلايا، تحدث في تغيرات في تركيب الخلايا نفسها. يعني ايه؟ يعني مديني مثال مثلا على كرات الدم الحمراء. كرات الدم الحمراء بتحتوي على مادة كده جواها اسمها الهيموجلوبين، كده سمعتوا عنه، بتوع الانيميا عارفينه كويس جدا. نسبة الهيموجلوبين يقولك اه نسبة نازلة عندك. هو ايه فايدة الهيموجلوبين اصلا؟ الهيموجلوبين ده هو المسؤول عن حمل الاكسجين للخلايا،
فلو كرات الدم الحمراء تركيبها اتغير تصبح مشكلة في تركيب الهيموجلوبين يتغير هو كمان، فما يقدرش ان هو يشيل الاكسجين للخلايا. يبقى التغيرات الخلوية هي تغيرات تحدث في تركيب الخلايا مثل تغير تركيب هيموجلوبين الدم فيصبح غير قادر على حمل الأكسجين. التأثيرات الوراثية، وراثة بقى يعني مش تظهر عليا أنا، هتظهر على أبنائي إن شاء الله. فهي تغيرات مش هتحصل عندي، يعني تحصل في الكروموسومات الجنسية. كروموسومات جنسية يعني تظهر المشكلة دي أثناء تكوين الأمشاج، فالأمشاج اللي أنا بعتها للابن تكون أصلا مش سليمة فيطلع لي الابن مشوه، يبقى تؤدي التأثيرات الوراثية لولادة أطفال مشوهين. تمام يا شباب، حتى الآن في حاجة مش مفهومة؟ نستكمل مع بعض الجزء الأخير، بنتكلم عن طرق الوقاية من التلوث الإشعاعي. ألف به كده معروف يعني إن أنا لما أجي أتعامل مع مواد مشعة لازم أرتدي الملابس الخاصة والقفازات اللازمة للوقاية من الإشعاع. طب يا مس قلت لنا النفايات وحش ومصدر من مصادر التلوث، طب نعمل معاها إيه؟ قال لي أنت لازم تدفنها. بس لما تيجي تدفنها بقى خد بالك من درجة الخطورة، لأنها هنبدأ نتعامل مع النفايات وفقا لدرجة خطورتها. لو كانت ضعيفة أو متوسطة هنغلفها زي ما انتوا شايفين كده بطبقة من الصخور والأسمنت وندفنها. طب لو قوية يبقى برضو نعمل نفس الكلام ولكن ندفنها على أعماق كبيرة في التربة. حلو الكلام؟ لا مش حلو. ليه بقى؟ لأن حضرتك ما ينفعش تدفنها في أي مكان. في شرطين لدفن النفايات المشعة، أولا لازم تدفن بعيدا عن مصادر المياه الجوفية، تدفن بعيدة عن مصادر المياه الجوفية. طب كمان تدفن في أماكن مستقرة، أماكن مستقرة يعني غير معرضة للزلازل. طب ليه يا شباب؟ عشان ما يحصلش أي مشكلة في التربة تؤدي لخروج المواد المشعة فوق تاني أو اختلاطها بمصادر المياه الجوفية. يبقى تاني، التعامل مع النفايات المشعة بيتم وفقا لدرجة خطورتها، وفي النهاية هي كده كده بتدفن، ولكن تدفن بعيدة عن مصادر المياه الجوفية وفي أماكن مستقرة بعيدة عن الزلازل. طب آخر حاجة من طرق الوقاية من التلوث الإشعاعي، قال لي لازم الدول اللي زي مصر كده هتستخدم المفاعل بتاعها وتبنيه على بحار، تستخدم المياه بتاعة البحار في تبريد المفاعلات، ما ينفعش ترجع تنزل المياه السخنة دي تاني للبحر. ليه؟ احنا الكلام ده خدناه في سنة تانية، لأن المياه السخنة دي بتؤدي لانفصال الأكسجين الذائب فيها، مفيش أكسجين هيكون موجود في المياه وبالتالي السمك والطحالب هتموت، الكائنات البحرية كلها هتموت. فهنا لازم نحط قوانين تلزم الدول بتبريد المياه الساخنة الناتجة من تبريد المفاعلات النووية قبل إلقائها في البحار والمحيطات مرة أخرى. الدكتور علي مصطفى مشرفة من أهم العلماء المصريين، يلقب دكتور مصطفى مشرفة بأينشتاين العرب. أينشتاين نفسه وصف دكتور مشرفة بأنه من أعظم علماء الفيزياء اللي أنجبتهم البشرية، وذلك لأبحاثه العظيمة في مجال الذرة والإشعاع واللي كانت أصلاً نواة قامت عليها كل الأبحاث الخاصة بصناعة القنبلة الذرية. وبرغم إن هو أصلاً اكتشف فكرة إزاي نعمل قنابل ذرية، ولكنه نادى بضرورة استخدام أو تسخير الإشعاعات في خدمة البشرية فقط والبعد عن الاستخدام في الأغراض العسكرية. رحمة الله على الدكتور علي مصطفى مشرف. خليني أفكركم إحنا كنا بنتكلم عن إيه النهاردة. إحنا اتكلمنا عن ظاهرة النشاط الإشعاعي والطاقة النووية، اتكلمنا عن العناصر الطاقة النووية، بعد كده اتكلمنا عن التلوث الإشعاعي.
عرفنا ايه هي الاثار الناتجه عن التلوث الاشعاعي وطرق الوقايه منه، واتكلمنا عن بعض العلماء المشهورين جدا في مجال الطاقه والاشعاع زي هنري بيكوريل، مكتشف اصلا ظاهره النشاط الاشعاعي، ودكتور علي مصطفى مشرفه. اتمنى تكون حصه النهارده نالت اعجاب حضراتكم وتكونوا استفدتوا منها قدر الامكان. كل التمنيات يا رب ليكم بالتوفيق، وكل الشكر ليكم طبعا على اهتمامكم بالحضور الدائم معايا وتعاونكم وتفاعلكم معايا في الحصة، وشكر خاص جدا لزمايلي في إدارة التعليم الإلكتروني. كان معاكم النهاردة شيماء الديب، معلم العلوم بمحافظة مطروح. أشوفكم على ألف خير في الحلقات الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.